في شوط اول متوسط المستوى، تعادل سلبي بين الاهلي وصن داونز بدون اهداف. فاصل نرجع نشوف راي محللنا الكبار في احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، نتيجه منطقيه من وجهه نظرك؟ لحد ما مباراه مفتوحه من فرقتين، فرقتين بيلعبوا باسلوب واحد، بيضغطوا على بعض في منطقه الدفاعات. انت عندك حاله نشاط كبيره قوي من ناحيه اليمين النهارده، مظبوط، وعندك حاله نشاط من ناحيه الشمال، بس منطقه العمق اللي في الهجوم اعتقد ان لازم يكون فيها تحركات او ريسيفنج اكتر من كده. حتى الكره اللي جت لحمدي فتحي وعملها براسه، الكور دي لازم كانت تتكرر اكتر من مره. أيه. والحمد لله انت جات عليك كورتين ثلاثه كمان، ثلاثه على واحد اتصرفوا بيها بتصرف جيل صالحك يعني. ايوه، فلازم يبقى شكل التامين في اللي احنا بنقول عليه الاجناب، والناس بترجع تساعد مع الباكات وكده، وعدم الميز باص الكتير هو ده اللي بيعمل لك المشكله كتير، وخاصه ان هم عندهم ثقه جامده جدا. صحيح. هم من نص 3 4 عايزين يعملوا معاك 1 2 ويستلموا كوره، عندهم ثقه كبيره قوي، وخاصه في الدفاعات. مزبوط. لو انت استغليت الانا العاليه دي بتاعتهم وضغطت صح، والضغط كان كومباكت من الناس جايه من نص ملعب معاك، اكيد هيبقى لك شكل وضغط احسن من كده. رحت للجون، ضيعت جوال، يعني الحكايه مش بعيده عليك. جالك ضربات ثابته على خط ال 18 ومن الاجناب، كان لازم نتصرف فيها احسن من كده. صحيح. اعتقد ان حاله التغيير برضو محتاجين حاله تغيير في الشوط الثاني، هتديك قوه اكتر وسرعه اكتر، ونستغل الحاله اللي فيها محمد هاني وعلي معلول اكتر من كده. باذن الله يكون لنا توفيق. هي الحكايه محتاجه بس انك تزور الشبكه، تحرز هدف، هتلاقي المعنويات بقت احسن والتصرف في الكره احسن كمان. كابتن علاء، رايك في اداء النادي الاهلي الشوط الاول، وايه اللي كان ينقصه؟ كان ينقصك ضغط اكتر من كده من قدام. أيه. التمرير بتاعك لازم يبقى احسن من كده، ما تغلطش كده. عملت حاجه النهارده غريب عليك، ما استخدمش الجناب كويس. أيه. مع ان كل ما بتستخدم الاطراف انت في خطوره دايما، خصوصا عند محمد هاني وعلي معلول. لازم اشتغل عليهم كويس قوي، لان دايما هم زي ما قلنا دايما بيبصوا على الكوره والجهه الثانيه فاضيه خالص. لازم استغل الاطراف. أيه. بلعب كده 3 4 3، لازم استغل الاطراف كويس قوي. لازم عبد القادر يخش في الجيم شويه، لانه كان بعيد كل البعد في الشوط ده. ما اعرفش ليه مش لازم كل كوره امسك واعدي، لا اشتغل زي ما بيشتغل محمد هاني مع ديانج مع حمدي فتحي مع كان هو طاهر. لازم الشغل الاطراف يبان، طاهر واحمد عبد القادر، يعني ما اعرفش كان هيحصل تغيير ولا لا، لكن هو ده مفتاح الفوز بتاعك النهارده. هم قافلين على معلول شويه، ولكن هاني عنده الحته دي فاضيه خالص. وانت قافل يعني قافل على معلول، لانك انت لعبك كله هم شايفين، لكن لما بتلعب عند على ناحيه مثلا هاني وتغير اللعب الناحيه الثانيه يا ايمن، بيبقى عندك دايما واحد على واحد او اثنين على واحد زي ما بيحصل عند هاني. مزبوط. هم بس انك ازاي تغير اللعب من يمين للشمال بس بسرعه. انسى موضوع الاختراق من القلب، لان هم قافلين كويس قوي على محمد شريف. اي حاجه هم قافلين كويس قوي في قلب الملعب. كل النهارده المنفذ بتاعك ازاي استخدم الاطراف بتاعتي، اذا كان كريق، اذا كان طاهر، واذا كان احمد هاني وعلي معلول. طيب كابتن عادل، حلول مستر موسيماني الشوط الثاني؟ اول حاجه لازم نحسن نص الملعب شويه، لان نص الملعب بتاعنا بيفقد الكره كتير قوي. دي واحد. اتنين، الثلاثه اللي قدام بيتحركوا تحرك مش صح، عشان كده نص الملعب ما بيلعبش الكره المباشره وبيعمل الباص قدام. حل نص الملعب بتغيير، نص الملعب بتغيير. أفشا؟ افتكر انه أفشا يلعب واكتفي باثنين ورا، يعني اكتفي باثنين ورا، واشوف حد من الاثنين الديفندرات ولاعب أفشا في وسطيهم يلعب على حساب مين. خد بالك يا كابتن عادل، مخاطر فتحي، يعني حمدي فتحي، يعني في معظم الاوقات بيلعب في نص ملعب. بالظبط. خد بالك، احنا يعني احنا في بدايه الماتش بس اول خمس دقائق كان بيلعب مع الاثنين السنتر باكس، بعد كده بيرحل نفسه لقدام شويه عشان يبقى كده. بقول لك استغل أفشة، يبقى جنب واحد، يعني مش لازم انت عايز تغير واحد من الثلاثه. الثلاثه الديفندرات. لا انا كمان يا كابتن، انا عايز اغير يعني مثلا يا شريف يا عبد القادر، وينزل حسين الشحات ونغير، وينزل حسام حسن او طاهر محمد طاهر يخش في القلب مكان شريف، لان احنا محتاجين لعيب محطه. احنا الكره اللي بتروح على فريق صن داونز عاليه او على الارض او كره طويله على طول بتاعتهم. أيوة. على طول بتاعتهم. أيوة. الكره ما بتتاخدش، يعني شريف للاسف النهارده
يعني بره الجيم يعني. اتمنى انه يرجع الشوط الثاني لو هو موجود. لو ما غيروش موسيماني ولعب مثلا زي ما كان كابتن علاء بيقول قبل يعني قبل ما ندخل يلعب ببيرسي تاو كمهاجم عنده سرعه وبيتحرك، لان احنا محتاجين تحركات كتير في ال 18. احنا لا بنستغل الكرات العرضيه من ناحيه اليمين ولا من ناحيه الشمال. يعني عمل هاني عمل 3 4 كرات عرضيه، معلول عمل 2، مفيش اي استغلال، مفيش اي يعني. مع ان كمان ايه التنظيم الدفاعي بتاعهم سيء يعني جدا، حتى الديفنس بتاعهم ما عندوش الشراسه. اتفضل يا كابتن، انا لعيب كوره بس انت عاوز اكمل فكرتي اللي انا بدات فيها. اللي انا بقول لك ليه احط قفشه جنب الواحد من اشيل الواحد من الثلاثه الديفندرات واحط قفشه ليه؟ أيوة. علشان لو حطيت قفشه ممكن يلعب لي اللعب المباشر. أيوة. اللي هو الباص السريع ممكن عندي السرعات اشتغل فيها. هم ايه اللي معطل لعيبه اللي قدام؟ ان هم التحرك بتاعهم، لان مفيش تمويل كويس من نص الملعب، لان هم واخدين نص الملعب. فاتمنى ان قفشه ينزل ويلعب كثالث في وسط الملعب، وبعدين بقى نشتغل على لازم يبقى في حد برضو في الناحيه الاماميه يعني يحسن شويه. طيب تاو بتيالي. طيب نشوف مع بعض احصائيات الشوط الاول لو موجوده. ماشي كابتن بلال، لحد ما تنزل احصائيات كابتن عادل اللي اتكلم على حلول الشوط الثاني مستر موسيماني، وقال ينزل محمد مجدي قفشه. هل نزول محمد مجدي قفشه سيب شيف زي ما هو، ولا نزول مجدي قفشه مرتبط مثلا بتغيير تاني تاو حسام حسن من وجهه نظرك؟ طب كابتن انت عايز تنزل مجدي قفشه ليه؟ ايه الغرض من يمسك الكوره في نص الملعب؟ طب بعد ما يمسك الكوره هيلعب رقم 2، يلعب لمين؟ طيب هيلعب لمين؟ انت اولا هم النهارده عاملين ميزه الحقيقه ان هم بيلعبوا دفاع متاخر شويه. الكرات العكسيه عندهم، وده كلام اللي قلناه قبل الماتش، الكرات العكسيه دايما عندهم مشاكل كبيره جدا جدا جدا. يعني هو دايما الطرف يعني اللي عكسه كرة فاضي جدا، هاني دايما بيستلم فاضي جدا. مظبوط. جدا جدا. مزبوط. يمكن معلول ما بيعملش الحته دي لان ال 18 دايما زواني دايما ما بي يعني تقريبا ما بيدافعش يعني، فموجود على طول في علي معلول يعني بيطلع يعني بحذر. لكن ناحيه ثانيه كابتن علاء فاضي على طول، هاني فاضي دايما. انت عايز تستغل القوه بتاعتك وعايز تستغل الخطوره بتاعتك في الكرات العرضيه. انا مش شايف اي استغلال للكره، انت بتعمل كرات عرضيه كتيره جدا، هاني بيروح كتير جدا جدا جدا، طاهر ممكن يروح، ديانج اواد بيروح، لكن الناس بتبص مفيش. احنا محتاجين حد جوه ال 18 يشتغل يعني ينفذ او يستغل الكرات العرضيه اللي بتلعب عليها. انت الخطوره بتاعتك هي الكرات العرضيه من ناحيه اليمين، من ناحيه تاني لازم نستغل الكلام ده بشكل كويس قوي. يبقى عندنا راس حربه بيلعب بدماغه، والكلام ده احنا الاستوديو اللي فات قلنا لازم شريف يشتغل على نفسه في الحته دي، التحركات، انك بتسبق، تشتغل قطري، بتروح على الزاويه القريبه، يعني في الربط ما بينه وما بين هاني وما بين علي معلول مش موجود. طب هتجيب جول ازاي؟ يعني هتسجل هدف ازاي؟ انت المهمه بتاعتك الاساسيه والرئيسيه اللي بتشتغل عليها انك توصل اللعيبه بتاعتك الاثنين الباكين انه يعمل لك كروسات. انت عملت كروسات، هتسجل ازاي؟ مفيش. التواجد في ال 18 سيء جدا لشريف وعبد القادر وطاهر الثلاثه الحقيقه. الكرات العرضيه ما بنلاقيش التوزيعه مش موجوده في ال 18 للاسف الشديد. صحيح. الطبيعي يعني انا اتمنى طبعا شريف يسجل هدف يعني، واتمنى الامور تبقى افضل من كده، لكن بالشكل ده لا، لازم يبقى في تغيير في الحته الاماميه. صحيح. لازم يبقى في تغيير في ال 18، لازم لعيب يعرف يلعب بدماغه كويس، بيتحرك في ال 18 كويس. يعني شريف واضح انه لسه متاثر بالحته بتاعه المنتخب دي، يعني لازم يعني يا يحرر نفسه منها يا اما مستر موسيماني يعمل تغييره ويلعب. صحيح. ارقام الشوط الاول كابتن، الاهلي استحواذ 63، صن داون 37، تصويب على المرمى 2-7 بالنسبه للنادي الاهلي، صن داونز 1-2، ركنيات النادي الاهلي 1 وصن داونز 0. هي دي اهم ارقام الشوط الاول. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.